السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، معانا قصائص النهاردة هنعمل بيها فيديو مهم جدا للمدارس. عندي 4 قطع قماش مقاسها 31 × 19، 31 × 19. الأربع قطع قماش قد بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، وبقص قطعتين من الفازلين اللاصق، وبحط الفازلين اللاصق الناحية أو الجهة اللي بتلمع على قطعة القماش وبكويها، واكون حريصه جدا ان المكوه تكون سخنه عشان تلزق اهو. الشكل حضراتكم شايفينه ده، اهو شايفين سمكها. طيب بحط كده القطع على بعض الاربعه، وناخد بالنا من رقم 4 عشان هيتكرر معانا كتير. اهو كده الاربع قطع مع بعض، وباخد من جميع الاحرف 4 سنتي × 4 سنتي، اهو 4 سنتي × 4 سنتي بالشكل ده من جميع الجهات. المربعات اهي، الشكل ده حضراتكم شايفين قصيت الاربع جوانب 4 سنتي في كل اتجاه. تمام، طيب هبتدي بقى تركيب السوسته. هاخد الطرف اهو بالشكل ده كده، وهاخد معاها قطعة بطانة مع قطعة مش فيها بطانة. بصوا اهي، بالشكل ده كده، وهاخد القطعة التانية برضو بنفس الطريقة. ظبط شغلي، مثلا مش هتخيط لوحدها. تابعوا معايا الفيديو الاخر عشان اقول لكم ازاي تعملوها مشروع، ازاي تسوقوا لاي مشروع بتعملوه. شايفين كده السوستة بتاعتي بالظهر كمان تاهي، بنفتحها هنحط كده البطانة على بعضها ونخيط الخط بتاع البطانة اهو. هنسيب البطانة عشان نقلب منها، نخيط الناحية التانية دي كده اهي، بالشكل ده كده اهو. اتأكد ان الخياطة متخيطة كويس، خيط الجنب ده كمان. والجنب التاني اهو. واخيط الجنبين دول برضو. شايفين، نركز شويه في النقطه دي. المثلث بتاعنا اهو بفتحه كده وبخيط بشكل حضراتكم شايفينه ده. هنهلكوا تاني عشان اللي ما خدش باله، المثلث بتاعنا مقصوص اهو بالشكل ده. تمام، انا بفتحه اهو وبخيط، هعمل الاربع جهات بالشكل ده كده. خيطت كل الجوانب، سايبه بس جزء كده من تحت البطانه، هقلب بقى بيه كده اهو.
اهي يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين اهو مقلمه جميله جدا، او الشنطه الجلد، شنطه الجلد اللي انتوا بتشوفوها اهي شايفين من الداخل مفيش اي خياطات، مفيش اي اثر للخياطات، مفيش غير الفتحه بتاعه البطانه اللي انا بقلب منها، ودي بتخيطيها على ايديك شايفين اهو. لما تجيبي بقى جلد سكاي دلوقتي، انا عايزه اعمل مشروع يا عبد الرحمن، شنطه الجلد دي غاليه وبتحقق مبيعات حلوه ومنتشره في كل مكان، تمام قوي، اروح جايبه الجلد سكاي واعمل الشنط دي، تمام. وطبعا كل الاضافه اللي انت هتضيفيها، العلاقه اللي بتضيفيها على جنب بتتمسك منها، تمام، عشان تعمليها عاليه بالشكل ده من اسهل ما يمكن، الجلد كمان هيمسك معاكي بسهوله اهو، تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اسوق، عملتها ومشيت ورا الفيديو وعملتها حلوه والحمد لله طلعت كويسه. اسوق ازاي؟ اعمل صفحه على الفيسبوك ولازم اعمل لها اعلان ممول. مش معنى اني عملت صفحة على الفيسبوك ان كل الناس هتشوفها وهلاقي مبيعات كتير بسرعة، لا، ربنا يوفق الجميع طبعا، يرزق الجميع، لكن كل حاجة فيها سعي، كل حاجة فيها لازم ان انا اتعب شوية. اعمل اعلان ممول تحت اي فيديو بتنزليه او صورة بتنزليها شغلك، بيبقى مكتوب تحتها بالظبط كلمة ترويج. ترويج لازم يكون عندك حساب بنكي او حتى بريد، ان شاء الله يكون في 200 جنيه حتى، تمام، لكن لازم يكون في فيزا. وبتمشي ورا خطوات الترويج طريقه موثوقه جدا، ما فيهاش اي قلق، ما بيسحبوش اي حاجه غير فلوس الاعلان بس. فبتعمل استهداف، الاستهداف ده انا مثلا هستهدف الناس اللي في القاهره وفي اسكندريه ومثلا في الاسماعيليه، بس لازم طبعا يكون عندي خدمه توصيل، تمام، او هستهدف الناس اللي في القاهره بس. فبالتالي الاعلان بتاعك بيظهر لكل سكان القاهره، بيقول لك انا هظهر لك في اليوم 60,000 شخص هيشوفوا الصوره بتاعتك او المنتج بتاعك. وبالطريقه دي انت بتعلني عن نفسك وبتجيلك الطلبات، لو بتسيبي رقم واتس بيجيلك الطلبات وبتقدمي، تمام. في كمان انا لسه بادئه مثلا، فانا اول يوم بعمل شنطه وعليها شنطه مجانيه مثلا هديه كنوع من استقطاب الناس او ان هم يشوفوا المنتج بتاعي. وبعد كل فتره بعمل نفس الحكايه ان انا بنشط السلعه بتاعتي، بنشط السلعه بتاعتي عشان تتباع، تمام. ودي طريقه بسيطه، انا عايزه اقول لكم ان انا عملتها من قماش ملاي السرير، بواقي قماش سرير اهو زي ما انتم شايفين، وطالعه حلوه جدا الحمد لله. زي ما بقول لك، هتدوري على الاماكن اللي بتبيع قماش الجلد، غالبا هتروحي للناس اللي بيصلحوا شوزات وتسالي على الجلد سكاي، هتروحي للناس اللي بيبيعوا القماش بيبقى متوفر عندهم الجلد، واعملي تنوع بحيث ان هي تكون شنطه للميك اب، مقلمه، تكون شنطه رجالي الناس بتحط حاجتها على المحفظه، النضاره، الموبايل، وهكذا. ربنا يوفق الجميع ويرزق الجميع. زي ما قلت لكم السعي مطلوب جدا، مش معنى انه انا منغلقه وعايزه اعمل مشروع يبقى لا، ما فيش شغل فيه انغلاق، لازم اكون منفتحه ويكون عندي قائمه اصدقاء كبيره، واروج للمنتج بتاعي واقدم منه هدايا عشان الناس تعرفه عشان اقدر ابتدي، تمام. ربنا يوفقكم يا رب، ودي كانت طريقه التسويق، وان شاء الله ربنا يرزقكم جميعا. بشكركم جدا والسلام عليكم.